اليوم انطلقت معنا فعاليات مخيم الفجر العلم الثاني. بهذا المخيم نحن نهدف انه نخلي الطلاب تتعلم وتشارك معنا بفعاليات النادي مثل البرمجي ومجموعة من النشاطات الأخرى مثل البرمجي روبوتكس شطرنج ومجموعة من الفعاليات الأخرى كتير. رح يكون في عنا فعاليات بهذا المخيم. حاليا بالمخيم هلأ وبهالجلسة هلأ نحن عم نعلمهم منصة اسمها منصة سكراتش اللي هي منصة عالمية تهدف أنه تعلم الأطفال البرمجي بأسلوب تفاعلي عن طريق صناعة ألعاب أو برامج أخرى بأسلوب تفاعلي عن طريق تركيب بلوكات مع بعضه. بس يخلصوا من هالسكراتش مثلا او يخلصوا من منصة السكراتش فهني انا متأكد انه هني رح يقدروا يفهموا او رح يستوعبوا فكرة البرمجي وشو هي البرمجي. وبعدها رح يكون في عنا مستقبلا يعملوا من خلال سكراتش روبوتات، وكمان لاحقا رح يكون في عنا لغة برمجة بايثون اللي هي لغة برمجي رح تكون مفيدة لهم مستقبلا. رح يتعلموا شو هي البرمجي، رح يتعلموا شلون فينا يتعاملوا بالبرمجي، رح يتعلموا شلون يحكوا بلغة القصر الحالية هلا. نحن عم نتعلم برمجة سواء نحن الكبار أو سواء اليافعين، هن عم يتعلموا هذا الشيء لأنه هي لغة العصر. يعني هي بالنهاية وقت رح يتعلموا برمجة فهن رح يعملوا حياتهم أسهل ورح يعملوا حياة غيرهم أسهل. يعني بالنهاية البرمجة نحن عم نشتغل بالبرمجة فنحن هاي غايتنا بالنهاية إنه نسهل حياتنا ونسهل حياة غيرنا، مثل ما بنشوف بحياتنا الثاني مثل لو بنروح السوبر ماركت بنلاقي شغلات بتسهل حياتنا، مثل ما بنروح على المول أو بنروح على أي مكان ثاني بكل مكان البرمجة موجودة وهي عم تسهل حياتنا سواء للأشخاص لأي نوع من أنواع الأشخاص سواء نساء رجال كبار صغار أي نوع من أنواع الأشخاص. البرمجة عم تساعدنا بشكل يومي يعني عن طريق الموبايلات عم تصير حياتنا سهلة، عم تصير بأي مكان بتكون عم تكون تصير حياتنا أسهل وأسهل كل يوم. فهيك اني راح يتعلموا ان شاء الله، راح يتعلموا شلون فينا نخلي حياة غيرهم اسهل.